يوسف قال انه انا ابن عامل. نعم ابوي كان عامل في مزرعه كافوري، لكن انا برضو كنت بشتغل في الاجازات عامل. مره عامل في المنطقه الصناعيه، مره عامل في كافوري ذات توزع اللبن، ومره عامل طلبه بتاع مباني. لأن أبوي كان عامل فقير، دخله محدود. أنا كنت بشتغل في الإجازة، أول حاجة أطلع مصاريف المدرسة وأعمل ملابسي بتاع السنة كاملة من دخلي، واشتريت عجلة باتنين جنيه عشان أسيبها المدرسة من كافوري للخرطوم القديمة، وكنت شغال طلبة مع مقاول من ناس شنبات الله يرحمه اسمه ابراهيم عثمان جيلي. دي جابت الصحه المهنيه يا جماعه. شغالين سهره بنصفي خرسانه بالقدح في الراس، وقعت من السقاله، ضربت وشي في السقاله كسرت سندي. جابوا لي يا جماعة موية فيها ملح يتمضمضة، وقف النزيف وكملت اليومية بتاعتي. ما ادوني تعويض ولا طلبت بتعويض، لأنه ما بعرف حاجة صحة مهنية وتعويض وحاجة شلة. لما بقيت ضابط الناس قالوا يا أخي ركب سين هنا، قلت له ما بركبها لانه اكون معاي في المرايه الصباح اللي في دقني عايد لي سنيدي اتذكر انا كنت وين. عشان كده ما في واحد يحكي لنا عن الفقر والمعاناه، احنا عشناها حقيقه. عشان كده ما عايز الناس يمروا بنفس الظروف دي، وعايزين نحسن الظروف بتاعت العاملين اينما كانوا.